صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. لدينا أخبار قد تسعد الأقباط المسيحيين وتسعد المصريين بالأكمل. الخارجية المصرية وعاجل جدا، وهو إطلاق سراح المصريين الأقباط الستة المختطفين في ليبيا، حقيقة أم وهم؟ أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إطلاق سراح المصريين الأقباط المختطفين في ليبيا. وكتب أبو زيد عبر تويتر: وفقا للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين في ليبيا. نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله. مصر قادرة على فعل الأمر والأقوى. نجيب ساويرس وهو يعلن تم تحرير الأقباط الستة المختطفين في ليبيا. أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس عن تحرير الأقباط المختطفين في ليبيا بعد محاولات عديدة، وكتب: تم تحرير الأقباط الستة الشباب من عصابة هجرة غير شرعية كانوا مسكنهم لأنهم كانوا في صدد الهجرة لإيطاليا. الحمد لله وصحتهم طيبة. نشكر السلطات الليبية على جهودهم. الله أحن من جميع البشر. وماذا بعد؟ الحمد لله، حمد لله على سلامتهم. دي رضا هلال، وأتمنى من حضرتك تذكرهم كمصريين وليس بديانتهم. لك كل الحق ولك كل الكلام الحقيقي. الحقيقة الخارجية المصرية الفرح العارم الذي يسود المصريين، والبابا تودروس بث مباشر صلوات قداسة صيامة أباء كهنة جدد بيد قداسة البابا تودروس بدير الأنبا بشوي. تقام الآن صلوات قداس صيامة أباء كهنة جدد بيد القداسة البابا تودروس الثاني وأحبار الكنيسة من قدرائية دير القديس العظيم الأنبا بشوي بوادي النطرون، وتتم رسامة الكهنة الجدد للقاهرة والأسكندرية وأفريقيا وبلاد المهجر بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة، منهم الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس وحدائق القبة. جعل مصر ذخرا وفخرا، وجعل الكنيسة الأرثوذكسية فخرا أمام جميع المصريين. كل الشكر وكل التقدير لكم مع احتفاظكم بتعليقاتكم لقناتكم قناة الملك والأمير، وإن أحببتم فأتمنى لكم باشتراككم للقناة. شكرا أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون. مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير مع قناتكم قناة الملكة والأمير. عندنا مواضيع كتيرة جدا 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 النهاردة، ومواضيع متعددة. مصر تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء. أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 4 نوفمبر الجاري عن إدانتها لرئيس وزراء الباكستان السابق محاولة اغتيال رئيس الوزراء باكستان السابق عمران خان، وأكدت مصر على تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، متتمنيا سرعة الشفاء للرئيس الوزراء السابق وكافة المصابين. الجاهل أو الجاهل ابن الجهل، بقلم شريف منصور: وعلى مر التاريخ الجاهلي تمكن الجهلة في حكم أعظم حضارة في تاريخ البشرية، عندما كانوا ينتقون الأحجار لمسح مؤخرتهم كان المصريين يعلموا العالم معنى النظافة، وعندما كانوا يقولوا أن الشمس تنطفئ في بئر حمناء كان المصريون يعاينون زوايا الكون ويلقوها بمباني لا يستطيع أحد يومنا هذا تقليدها. هل تعرف عزيز القارئ أن الجسم البشري مصمم تصميم رائع إلى أن تأتي الخلايا العفنة المسمى بالسرطان لكي تنقض عليه وتبتنه وتقضي عليه من 1400 سنة، وخلايا السرطان تحاول أن تسيطر على جسد البشرية،
وخلقت من أعلى من أعنف المخلوقات وأكثرهم ضرارا رجال الدين لإيذائها لكي يتحكموا في جسد الحضارات الإنسانية. معظمهم كان فعلا في المدارس وأقل ذكاء وأقل فهم، وإن أقول منهم أقلهم ذكاء كنا نراهم معنا في الفصول يتكلمون بلغة متخلفة متعصبة، ولم نلتفت لهم لأننا كنا نحسبهم مغيبون. تخيلوا اليوم تمكن المغيبون من الأصالة وأصبحت تعطي للأصل أوامر تناقض كل ما هو من منطقي وحقيقي. هل مصر كانت أو في احتياج للمتدينين؟ مصر الحضارة، مصر التقدم، مصر رمز التوحيد قبل كل العصور. لا نحتاج لمتخلفين عقليا وإنسانيا كي يفرضوا عليها مخلفات العقول إن لا أدمية. مر على العديد من أقاويل المتخلفين السلبيين وأسيادهم إخوان الغيرة أو الغبرة يدعون يدعون أن النصارى، ولا أعرف من هم النصارى بعض المتواجدون في جزيرة العرب. للعلم يا أغبياء العالم من السلبيين والإخوان إن المسيحيين لا يعبدون الصليب. الصليب رمز، مجرد رمز لفداء الله للبشرية من معتقدات المغلوطة التي طلبها بإرادته عندما خالف وصايا الله. كما أشفق عليكم لأنكم من كان نشأتكم في حفرة بالصحراء لا أعترض أو أمانع ولا أهتم من عبادتهم. اعبدوا من تشاءون حتى لو طمس عقولكم وغيبت في عصرنا الحالي. للعلم كلما أصبح السرطان يهدد البشرية سيسعى البشر الأسوياء استئصال هذا الورم الخبيث. هذا ما قاله بقلم شريف منصور. فيديو عامل النظافة يدخل عالم الغناء الشعبي بدويت مع عصام شعبان عبد الرحيم. لا أعرف ما هو السبب. لا عامل النظافة الذي أصبح ترند على مستوى جمهورية مصر العربية. كشف المغني الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم عن أن عامل النظافة صاحب وقعة الطرد من مطعم كشري التحرير سيشاركه غناء أغنية دويتو، وأنه اكتشف أنه الأخير يمتلك موهبة الغناء، مرة سواق ومرة مغني، شيء جميل قوي. ونشر عبد الرحيم على حسابه على الفيسبوك صورة ومقطع وفيديو برفقة محمد عامر النظافة، وكتب انتظروني عصام شعبان عبد الرحيم ومحمد عامر النظافة، واسم شهرته الجديد محمد الجدع في غنوة جديدة اسمها إزاز وجري. ومنذ أيام دقت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لعامر النظافة صاحب وقعة محل كشري التحرير أدلى خلال بتصريحاته اعتبرها الكثيرين مستفزة، وأنه يعيش بدور النجم بعدما طرده موظف من المطعم بسبب ملابسه، حيث أصبح حديث الإعلام جانب حملة الدعم الواسعة له من قبل فنانين وإعلاميين ومواطنين. وقال عامر النظافة في تصريحاته المتلفزة: بمشي بالشارع وكل واحد يقول لي عايز أتصور معاك، عاوزين نعمل معاك لايف، أنا ما أقدرش أقول لهم لأ، غصب علي لازم اتصور معاهم، ما ينفعش احرجهم، كلنا بشر وكلنا واحد، ولا ينفع ان انا احرجهم ولا احرمهم من هذا النعيم الكبير. نعيم واين نعيم؟ فيديو شيخ الازهر ملتقي البحرين الثمرات المرة للصراعهم في الشرق والغرب يجنيها الانسان حروبا ودماء وتدميرا وفقرا ويتم وترمنا وتشريدا ورغبا من مستقبل المجهول. ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كلمة في ختامه أعمال ملتقى البحرين لحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني بحضور البابا فرانسيس وملك البحرين، وجاء بنص كلمته: ملتقى البحرين تاريخ لما يضمه من قامات كبرى من العلماء والحكماء وقادة الفكر وكبار السياسيين والإعلاميين وغيرهم في شرق البلاد وغربها، وكذلك هو يستحق أن يتوقف التاريخ عنده ليسجل كلماته وتوصياته أحرف النور. هذا الملتقى صوت ينبعث من البحرين، هذا البلد العريق صاحب الميراث التليد فيه الجنوح والسلام والتسامح وتعايش الحضارات والثقافات وحواراتها وتحويل ما يلائم منها الى مصدر طاقه خلاقه ممتعه تصب في اتجاه الاستقرار المجتمعي والتطور الاجتماعي البناء. وكلام كثير وكثير وكثير، وليس لدينا الوقت لكل ذلك. دكتورة مايا مرسي سعيدة بحضور وحفل توقيع كتاب البابا تودروس سنوات من المحبة لله والوطن تقديم رئيس مصر السابق، وتسنى بتصريحات البابا في حب الوطن. شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مساء أمس فعاليات توقيع كتاب البابا تودروس الثاني سنوات من المحبة لله والوطن بحضور عدد من الوزراء والوزارات والدكتورة غادية والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، عدد من السفراء والمسؤولين
ونخبة من المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وقد عبرت الدكتورة مايا مرشي عن سعادتها بحضور حفل توقيع كتاب البابا تودروس الثاني سنوات من المحبة لله والوطن من تقديم المستشار عدل منصور رئيس الجمهورية مصر العربية السابق وتحريره بعلم الإذاعية المحترفة شيرين عبد الخالق قائلا: سيمفونية جميلة عزفت بالأمس، حوارات ودروس من قداسة البابا تودروس عفوا. وتابعت ما قرأته أن هذه اللحظة هو قصة حياة واضحة، كما عبرت الدكتورة مايا مرشي عن إعجابها بكلمات البابا تودروس خلال الحفل بضرورة أن نعلم ونعلم الأجيال الجديدة أن مصر عمود الخيمة العربية، وأن أعمدة المجتمع المصري هي الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والكنيسة الثقافة والهوية، وإن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. مؤكدة أن هذه الرسالة هامة جدا لجميع الأمهات والآباء، ووجهت التحية للإذاعية والإعلامية القديرة شيرين عبد الخالق. خبر آخر: فيديو شاكيرا تقبل قدمي ولديها في المستشفى وتجني إشادات واسعة لحبها واهتمامها لأبيها. عرض برنامج عرب وورد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو المغنية الكولومبية شاكيرا ظهرت خلاله وهي تقبل قدمي والدها في المستشفى. وساعدت شاكيرا والدها بالقيام ببعض التمارين والعلاج الطبيعي لساقه، ثم راحت تقبل قدمي بسعادة كون حوالته الصحية تحسنت بعد تعرضه للسقوط. وشاهدت منصات التواصل الاجتماعي شهادات واسعة بشاكيرا لتقبيل قدمي والدها، حيث أبدى مغردون أعجابهم بطريقة شاكيرا بمعاملة والدها والتي لا تخلو من الحب والرحمة. ومن آخر فيديوهاتنا: وفاء لإخواني إبراهيم منير المدرج على قائم الإرهاب. غياب الموت في لندن، إبراهيم منير القائم بأعمال الإخوان الإرهابية مرشد جماعة الإخوان الإرهابية عن عمر يناهز 87 عاما. وكان منير من ضمن المطلوبين الجهات الأمنية، وصدر قرار بإضراب على قائم الإرهاب وحكم عليه مع القيادة عبد المنعم وبالوضوح بالمؤبد لنشر أخبار كاذبة. شكرا لكم مع تعليقاتكم وجمالكم، وأرجو الاشتراك في القناة الملكة الأمير، ولكم مني كل الحب والتقدير، والسلام الرب يكون معكم.